عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل شاو جمعه الشاحن القوات اللي هو 16 فيلا 23 سلاح الشخصي كازبر 40 مل. تمام يا فندم. طيب انت منين؟ شبر الخيمه يا فندم. شبر الخيمه. بقالك قد ايه في الجيش؟ سنتين يا فندم. فاضل لك قد ايه؟ خلاص 10 شهور يا فندم. 3 سنين؟ 3 سنين يا فندم. 3 سنين؟ شغال ايه؟ شغال مع والدي في السنه 10 ايه؟ سعودي في السنه. طب بتعرف تكتب ولا مفيش خالص؟ بقرا واكتب يعني على قد مش اللي هو اول ما هو بمسك تليفون بعرف اتعامل على التليفون. عايز تقرا تكتب؟ مش قوي يا فندم الحمد لله. طيب مين هنا من زمالك بيحاول يساعدك؟ كتير يا فندم زمالك كتير زي وبعدين؟ اهو الحمد لله اتحسنت احسن من الاول بكتير. بتعمل كام في اليوم مع والدك؟ والدي بيديني 120 مثلا 150 في اليوم. ما تتكسفش بس لازم نقرا ونكتب كويس. ايه ده يا فندم؟ والعشرة اشهر دول؟ باسل فندم الراجل ده مسؤوليتك انت؟ اكيد طبعا يا فندم. فين محمد؟ فندم محمد الراجل ده لازم ياخد شهادة قبل ما يطلع في العشرة اشهر. اكيد يا فندم. شكلك نبيه يا ولد، شكلك نبيه. وانت قاعد هنا بتقعد كام يوم؟ بتقعد في الخدمة، بتقعد وقت كتير. الوقت ده ما تضيعش ساعة منك انك تتعلم فيها وتاخد شهاده. لازم اشهد. سلام زي سيادتك يا فندم. لا سلام زي سيادتك ايه؟ انا حصل عليه. عجيب يا محمد انا بكلم بجد. هجيبك معاه ومش هيخرج. مش كده؟ مش عايز حاجه؟ ربنا يخليك يا فندم. اسمك ايه؟ تمام يا فندم. جندي مقاتل ابو سعود النمر احمد فراج على قوه اليوم 116 فرقه 23 مشاه ميكانيكي تسليح تخزين بنطيه عليه. تمام يا فندم. منين يا نمر؟ من سواج يا فندم. نسبة سواج من الصيدين او الصعيد. تسلم يا فندم. بقالك قد ايه؟ اديني سنة وشهرين يا فندم. فاضلك قد ايه؟ 10 شهور يا فندم. سنتين يعني؟ سنتين يا فندم. معاك دبلوم؟ ثانوية يا فندم. طيب مش عايز حاجة؟ سلامتك يا فندم.